أنا عايز أسألك أستاذة غادة، إيه الفرق بين لما نسمع إنه مؤسسة عندها ذراع خيري أو عندها بتعمل خير، وما بين إنه أستاذة لميس بتقول لنا في حاجة اسمها تنمية مستدامة، وما بين مسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة؟ أستاذة دينا، أولاً بشكرك على وجودي النهاردة مع زملائي وحبايبي وأصدقائي، وموضوع مهم جدا بتثيريه في وقت احنا حاسين بكل الظروف الاقتصاديه والتغيرات اللي حاصله في العالم حوالينا، ما اثر على دور القطاع الخاص بصفه يعني واضحه جدا. القطاع الخاص كان دائما ابدا الكل بيبص عليه ان هو دوره راس ماليه للمساهمين، ان هو المفروض ان هو يعمل ريفينيو ويعمل ربحيه، والكلام ده من ايام ميلتون فريدمان من 2000 من السبعينيات. تطور الوقت والنهاردة بنتكلم على أن القطاع الخاص ليه دور تنموي واضح، شريك تنموي مع الحكومات، لأن الحكومات ما عندهاش الفاندنج التمويل الكافي أن هم يقوموا بالمجتمعات وأن هم يعملوا دور التنموي اللي محتاجينه، سواء في التعليم ولا في الصحة ولا في البنية التحتية. ده اللي بنسميه مثلث التنمية، ده مثلث التنمية، الحكومة، القطاع الخاص، القطاع الخاص والمجتمع المدني. النهاردة بنتكلم على الاستثمار المسؤول ومسؤولية متكاملة للقطاعات والقطاع الخاص بصفة خاصة. النهاردة بتتكلمي على أن المسؤولية المجتمعية اللي كنا زمان دايما الناس يعملوها بيستعملوها زي شماعة، الحقيقة كانت لدرجة أنا جي عليه فترة أنا أصلا الترم ما بقتش أحبه، لأن ما ينفعش بنبص على شركات كبيرة جدا عالمية وعندهم ذراع CSR وبيعملوا مجهودات، لكن في الحقيقة مش مطبقين جوه الشركة أي معايير للمسؤولية. فالنهارده التطور بقى بنتكلم على ESG اللي هي الانفايرمنتال، اللي هي المسؤولية البيئية والمسؤولية الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية، وبقى هو دوت الحقيقة المحور بتاع ازاي الشركات النهارده حتى المستثمر لما بيجي يحط فلوس فيها ازاي بيقيمها وبيبص عليها.